علميني من أكون أنا بحياتك، من أكون أنا بحياتك شخص عادي أو حبيب تنتهي له. صوت عذب وخامة جيدة واختيارات موفقة، الفنان والمطرب عبد العزيز الضويحي، من أول ألبوم غنائي له بعنوان غيروك والضويحي نجم، يصعد السلم خطوة خطوة حتى صار واحد من أهم جيل التسعينات. في مشوار الضويحي مجموعة من الأغنيات الشهيرة، منها علميني وعشمتني وحرام عليك وغيرها من الأغاني، لكن جمهوره لهم علاقة حميمية وخاصة مع نوعية من أعماله. شارك الفنان عبد العزيز الضويحي في العديد من المهرجانات والفعاليات الغنائية، ومنها مهرجان هلا فبراير، ولأكثر من مرة شارك أيضا في مهرجان القاهرة الدولي للإذاعة والتلفزيون، كما شارك في مهرجان تونس الغنائي. الليلة بتكون ليلتنا غير، مختلفة طربية فرايحية وعاطفية. مثل ما كنت تتمنى وصالي كنت نتمناك، ولكن من ردات الحظ حلم الحب ما داري.